بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الدكتور فراس فايز ونبي نحكي اليوم على الشيست راديولوجي أو راديولوجي أوف تشيست ديزيز. طبعا نحن خذينا المحاضرة اللي فاتت الرول أوف تشيست إكس راي وكيف نديروا التشيست إكس راي والبوزيشننج والحاجات الصح والحاجات الغلط اللي نديروا فيهم في التشيست إكس راي، واتفقنا أن المحاضرة هذه غنية وفيها العديد من الأمور اللي نقدر نشخصوها، وفيها حتى العديد من الأمور اللي ينفع ان نحن نسأله فيها في الامتحان. لكن في نقطة مهمة نبي نقول لكم عليها، ان المحاضرة اليوم انا في وجهة نظري هي المحاضرة الاهم في التشست راديولوجي لمجموعة اسباب. اول سبب لان مسألة ان قعدوا يسألوا في التشست اكس راي طبعا العالم كله في الامتحانات اصبحت معلومة مكررة جدا في الامتحانات، وايضا الطالب خذ الحيطة والحذر منها. فكنوع من التجديد هم بدوا توا يسألوا أكثر على الراديولوجيكال أناتومي، يبدو يسألوا أكثر على التكنيك، شن الحاجة اللي أنت تختارها، بهي تختار لـ CT chest ولا تختار لـ chest X-ray ولا تختار لـ حتى MRI chest في بعض الحاجات، أو حتى تختار لـ nuclear radiology. فشن الموداليتي اللي أنت تبي تختارها؟ نحن اليوم نبو نحكو على الـ chest radiology. طبعا نحن قلنا أول شيء نبو نحكو عليه اللي هي chest radiology. فقبل ما تخش على المحاضرة هذه يفضل انك انت تكون واخذ المحاضرة الاولى متاع rule of chest x-ray in radiological diagnosis، وكيف تقرأ chest x-ray وكيف تعرفها ان هذه صح ولا ما هيش صح. لكن انا اليوم نبي نحكي على radiological anatomy of، معاش حيقعد اسمه chest، حيقعد اسمه of the thorax. تمام، باش نقدر نضمين ارواحنا لما نحكو على ال diseases اللي نبو ناخذوهن والdiagnosis اللي نبو ناخذوه، ما ينفعش انك انت تخش على الشيء هذا وانت ما عندكش حاجتين، رقم واحد radiological anatomy ورقم اثنين شوية pathology. فاللي نحن ناخذه فيه توا هو radiological anatomy. نحن بنبدو في radiological anatomy of the thorax، بالتحديد نحن نبو نحكو على chest أو نبو نحكو على lungs ومحيطها اللي هي respiratory system إذا صح التعبير، حنقوله respiratory system. كويس، نبو نعرفه شوية معلومات إن من هو البيشنت اللي نحن نبو نديرو له chest radiology، وشن نوع radiological modality، وشنو البيشنت preparations اللي لازم يديرهم، والحاجة الأخرى شنو التكنيك of radiological modality. يعني بمعنى أصح قبل ما نصور أي بني آدم على الشست متاعها لازم نكون عارف مجموعة من النقاط، أنه هو الأولا شنو الكلينيكال داتا متاعها، شنو هي الكلينيكال داتا متاعها. الشخص هذا عنده كف، عنده دسنية، عنده chest tightness، عنده تروما اللي هو، فأنا لازم نحطه في كاتيجوري معين. تمام، عنده فيفر ما عندهش فيفر، كيف ما حناخذوا الأمور هذين في الباثولوجي أو في شوية الباثولوجي اللي حناخذوها قبل ما نخشوا على الديزيز. المعلومة الثانية اللي بناخذوها في الموضوع هذا إن when we want to assess the patient radiological أو when we want to assess the patient in chest radiology، أمتى نحن محتاجين ان نحن نديروا او ناهلوا المريض هذا للتشست راديولوجي بكامل انواعها، سواء كان تشست اكس راي ولا سي تي سكان ولا ام ار اي او البيت سكان والنيوكليير راديولوجي. امتى نحن محتاجين الشيء هذا؟ محتاجين الشيء هذا لما نقعدوا ما نش عارفين الدياجنوسس. فعشان هيك نحن الخطوه اللي بنكتبها توا اللي هي البيشنت اسسمنت. البيشنت اسسمنت هذا هو اللي حيمكننا ان نعرفوا شنو هي الراديولوجيكال موداليتي اللي انا بنختار. يبقى بعد لما نخذيت الكلينيكال داتا ودرت البيشنت اسسمنت عشان ناهله ان هو which radiological modality we want to choose، هل تبي تدير لسي تي سكان، هل تبي تدير لتشست اكس راي الاسهل، او هل تبي تدير لام ار اي، او تبي تخش حاجه ابعد على النيوكليير راديولوجي مثلا يعني. تمام، فنحن نبو نعرفوا شن الشيء اللي نبو نديرو له. الحاجه الاخرى التكنيك،
شنو الطريقه اللي حدير بها الصوره؟ هل حتعطيه كونتراست مثلا او لا؟ هل تبي تشربه اورال في حالات التشست ولا لا مثلا؟ هل ممكن واحد نبي نشخص له مرض في التشست عنده، هل بنشربه اورال كونتراست ولا لا؟ كل الامور هذين مهمه جدا، وهذين حنسموهن شنو؟ حنسموهن التكنيك. اليوم نبغى نحكو، بعد لما حكينا طبعا على التشست اكس راي، وحكينا على الراديولوجيكال اناتومي في التشست اكس راي، وحكينا على كيف تجد التشست اكس راي صحيحه وكيف تجد مش صحيحه، الخطوه الثانيه هي نبغى نحكو على الراديولوجيكال اناتومي في التشست، لكن نبغى نحكو على السي تي سكان. يبقى توا النقطه المهمه اللي هي قبل ما نبدو، اللي هي مهمه جدا، اللي هي مهمه اصلا في الامتحان حتى من غير ديزيزز، بيسالك في الراديولوجيكال اناتومي. فنحن توا نبغى نحكو على راديولوجيكال اناتومي اوف تشست، وهنا حنقسمه الموضوع اللي قدامنا هنا الى جزئين اساسيين. لازم نقدر عارفين ان التجويف الصدري او الثوراسيك كيج، هذا كيف يسموه فيه، او القفص الصدري او التشست، سموها كيف ما تسموها، عندها نوعين من الراديولوجيكال اناتومي، عندها النوع الاول وعندها النوع الثاني. النوع الاول من الراديولوجيكال اناتومي اللي لازم نحن نقدر عارفينه هو الميدياستاينال، فنبغى نحكوا على الميدياستاينال اناتومي او الميدياستاينال، وحنعرفوا شنو هو الميدياستاينال. والحاجة الثانية نبغى نعرفوها اللي هي اللنج، لازم نقدر عارفين الراديولوجيكال اناتومي اوف ذا لنج وال راديولوجيكال اناتومي اوف ذا ميدياستاينم. الميدياستاينم كتعريف هو اي شيء في التشست other than the lungs، اي حاجه في التشست غير اللنجز حنسموها ميدياستاينم. يعني مثلا البلد فيسلز اللي جوا حنسموه ميدياستاينم، الايسوفيجس حنسموه هذا بارت من الميدياستاينم، الهارت نفسه بارت من الميدياستاينم، لكن نحن نبغوا ناخذ اجزاء الميدياستاينم اللي لها علاقه بالريسبيراتوري ديزيز. وطبعا نبغوا نحكوا على اللنج في اللوبر اناتومي يعني اللوبس، ونبغوا نحكوا على السيجمنتال اناتومي اللي في ناس واجد تشكي منه، وان شاء الله ناخذوه بطريقه سهله. هل انت مطالبين هذا في الامتحان؟ حنحط باللون البرتقالي مثلا الحاجات اللي ممكن تجينا في الامتحان. الميدياستاينال اناتومي هذه محل سؤال امتحان، واللوبر اناتومي هذا محل سؤال امتحان، والسيجمنتال اناتومي في ناس واجد تحب تسال فيه في الامتحان، فالنقطه هذه في غايه الاهميه. تمام. طبعا لازم نحن نقدر عارفين حاجه، ان ما ينفعش انك انت لما تجي تبحث على صوره راديولوجي مهما كانت ما تقعدش عارف حاجه مهمه جدا اللي هي اللاند مارك. شنو معنى كلمه لاند مارك؟ اللي هي النقطه اللي من خلالها تعرف روحك وين قاعد، بمعنى ان نحن تو نبو نبدو في الميديا ستاينال اناتومي، فحنكتبه ميديا ستاينال اناتومي، ميديا ستاينال اناتومي. الميديا ستاينال اناتومي اتفقنا انه هو any structure inside the thorax other than the lungs، يعني اي تركيب قاعد في التجويف الصدري باستثناء اللنج، لان اللنج حنسموه لوبس ولا او لوبر اناتومي او سيجمنتال اناتومي. هنا في نقطه مهمه جدا ونحن لازم نتخيلوها الاول قبل ما ناخذ عليها صور حقيقيه. تمام. لما انت تبي تبحث في التراكيب اللي هي قاعدات داخل التشست او قاعدات داخل الثوراسيك بارت اوف ذا بودي، وانت تبحث في السي تي، وانت تبحث هنا قاعد تبحث في اكزيال فيو، نحن حناخذ اكزيال فيو اللي هي من خلالها حنقدروا نعرفوا الاناتومي في الاذر فيوز كويس. لازم نبحث، اتفقنا، فيما يسمى باللاند ماركس. نبغى نبحثوا في شنو؟ نبغى نبحثوا في اللاند ماركس. اول حاجه نبحث عليها في السي تي تشست، طالما انا نبي نبحث في السي تي تشست لازم اول حاجه نبحث في التركيب اللي هو كيرفد بالشكل هذا، داير كيف عصات ماوكلي. تمام. اللي هو انا حنسميه الاورتك ارش. يبقى اول حاجه نبحث فيها هي الاورتك ارش اللي هي دايره بالشكل هذا، وانا حنسمي التركيب هذا اللي هو الاورتك ارش.
فحنعطوا له اسم اللي هو arch of aorta. arch of aorta. وهذا اهم ستراكتشر تبدا به، هذا هو اهم لاند مارك عندك في الراديولوجيكال اناتومي اوف ذا ميديستاينم. يبقى هذا الاورتك ارش اللي هو كيرف ستراكتشر اللي حناخذوه نحن طبعا بعد شويه في الصور الحقيقيه، لكن لازم نتخيله الاول كويس. جنب الارش اوف اورتا او الاورتك ارش هذا حنلقى في تركيب مهم جدا جنب منه اللي هو حيكون اسمه سوبيريور فينا كافا. يبقى التركيب الثاني هو السوبيريور فينا كافا. يبقى اول حاجه خذيناها هي اهم لاند مارك عندنا في الميدياستاينال اناتومي بتاع الشست، هي الكيرفد ستراكشر اللي هو اتفقنا عليه انه هو كيف عصات موكلي اللي هو اسمه الاورتك ارش، والشيء الثاني اللي جنب منه اللي هو السوبيريور فينا كافا. تمام، هذا لما نجي نحكي على الاورتك ارش معناها انا قاطع في النص عند الميدياستاينم. كيف في النص؟ يعني بالعربي عندي ستراكشرز قاعده فوق وعندي ستراكشرز قاعده تحت الاورتك ارش، فتو انا نبي ناخذ رقم 2 للستراكشرز اللي قاعدات above the aortic arch. يبقى المعلومه الثانيه او second landmarks نبي نجي نقول ان structures above arch of aorta الستراكشر اللي قاعدات فوق الارش اوف اورتا. طبعا نحن حنكون متوقعين شيء ان شنو هن الحاجات اللي قاعدات فوق الاورتك ارش واخذيناها زمان في الاناتومي، هن البرانشز اوف اورتا. انا قاعد نحكي على البرانشز اوف اورتا صح ولا لا؟ كويس، من هن البرانشز اوف اورتك ارش؟ هن الثري ستراكشرز اللي قاعدات ثلاث كوار قاعدات تلا بعضهم بالشكل هذا، واللي هن اللي سموا فيهن اللفت سابكليفيان ارتري، هذا اولهم لفت سابكليفيان ارتري، واللفت كومن كاروتيد ارتري، واللفت كومن كاروتيد ارتري، وايضا اللفت انومينيت ارتري، لفت انومينيت ارتري. يبقى الثري ستراكشرز هذين اللي حنسميهن انا ثلاثة وأربعة وخمسة، هذا ثلاثة وهذا أربعة وهذا خمسة، اللي هن شنو؟ اللفت سابكليفيان ارتري، واللفت كومن كاروتيد ارتري، وأيضا اللفت النومينيت ارتري. كويس، هذين البرانشز متاعت الأورطة اللي هو كان رقم واحد اللي هو فوق اللي هو هفت. كويس، حاجة أخرى قدامي اللي هي أو تقعد تلاهم اللي هو واحد من التريبيوترز أو واحد من الروافد متاعت السوبيريور فينا كافا اللي هو يسموا فيه رايت النمونت فين. رايت منو؟ النمونت فين. وفي حاجة مهمة جدا، الرايت النمونت فين اللي هو قاعد في الجهة هذه، في واحد حيلف قدام الأورتك برانشز هذينا. تمام، يبقى في واحد فين حيلف من قدام الأورتك برانشز الثلاثة هذينا اللي هو اسمه رايت النمونت فين، عشان يتحد مع اللفت النمونت فين عشان يكونوا تحت هو السوبيريور فينا كافا، عشان يكون تحت منه السوبيريور فينا كافا. يبقى التركيب الاخر اللي هو حيكون اسمه الليفت ستة، حيكون ليفت النومينيت فين، وسبعة هو الرايت النومينيت فين، حيكون هذا ستة وحيكون هذا سبعة. واتفقنا أن ستة وسبعة، ستة زائد سبعة مع بعضا حيكون للاس في سي، واتفقنا أن ثلاثة زائد أربعة زائد خمسة هذين هن البرانشز متاعت منو؟ الأورطة اللي قاعدات في الليفل اللي خذيناه من بدري. كويس، يبقى هذين شنو الستركتشرز اللي قاعدات الأبوف الأورتك أرش؟ قلنا ثري أرترز هن البرانشز متاعت الأورتك أرش اللي هن اللفت سابكليفيان واللفت كومن كاروتد واللفت النومينيت ارتري، وفي واحد لاف قدامهم هو الرايت ليفت النومينيت فين، يجمع الرايت النومينيت فين في الجهه الاخرى عشان يكون ما يسمى بالسوبيريور فينا كافا. والحاجات هذينا محل اسئله امتحان،
مرات ما يقول لك هذه شنو ولا هذه شنو، مرات يجي يقول لك الستراكشر اللي قدامك هذا شنو، يسيب لك الديزيز يقول لك هذا منو. تمام كويس. نبغى نحكوا على الليفل الاخر اللي هو نحن الليفل الثالث حكينا عليه، هن الستراكشرز. ستراكشرز بيلو اورتيك ارش، الستراكشرز اللي تحت الاورتيك ارش. تمام، شنو اللي تحت الاورتيك ارش؟ نحن عارفين ان المفروض ان الليفل عند الاورتيك ارش فوق منه هن البرانشز، وتحت منه هن الاسندنج والديسندنج اورتا. يبقى الارش حينقسم، حيقعد لقدام هنا اسمها ascending أورطة، ولوطة هنا حيقعد اسمها descending أورطة. يبقى لقدام حيقعد اسمها ascending أورطة، ولوطة حيقعد هنا اسمها descending أورطة. تمام كويس. by the way ان superior vena cava حيقعد مازال مستمر معانا، لوطة حنقوتها لل ascending أورطة، لكن هنا في فراغ. الفراغ هذا مهم جدا وحنحكوا عليه بعد شوية، لان لما ننزلوا شويه الاورتيك ارش شن حيقعد فيه عندي؟ حيقعد فيه عندي، اتفقنا نحن اخر حاجه اخذناها رقم 7، معناها حتكون توال ستراكشر رقم 8 اللي هو ascending اورتا، والستراكشر رقم 9 اللي هو descending اورتا. هذا حيكون رقم 8 وهذا حيكون رقم 9. كويس. رقم 10 مازال ممتد معانا، اتفقنا ان هذا السوبيريور فينا كافا ومازال قاعد مستمر معانا. الفراغ اللي ما بين الاسندنج والديسندنج اورطه هذا يسموا فيه الاورتيك ويندو. شنو يسموا فيه هذا؟ يسموا فيه اورتيك ويندو، وهي النافذه متاعه الاورطه. هذا فراغ ما بين الاسندنج والديسندنج اورطه. لو ننزلوا تحت شويه في الليفل، الفراغ هذا حيتعبى اللي هو الاورتيك ويندو. شن حيقعد مكانه لو نزلنا لوطه شويه كيف ما حنشوفه في الصور بعدين؟ هذا الاسندنج اورطه وهذا الديسندنج اورطه. الفراغ هذا حيطلع منه البلمونري ارتري، حيطلع منه البلمونري ارتري على طريقه الجهه اليمين حيمشي رايت بلمونري، والجهه اليسار حيمشي اللفت بلمونري. يبقى هذا البلمونري ارتري، هذا المين ترنك اوف بلمونري ارتري. كويس، وهذا حنعطوه رقم 11. يبقى رقم 11 اللي هو حيكون بلمونري ترنك، بلمونري ترنك. ورقم 12 هو الرايت بلمونري ارتري، ورقم 13 حيقعد هو الليفت. رقم 13 حيكون هو الليفت بلمونري ارتري. كويس. الستراكشرز هذين هن اهم ستراكشرز في الميديا ستاينم اللي لهن علاقه بالتشست ديزيز او بالريسبيراتوري ديزيز. حكينا على الفاسكولار اناتومي. بعد لما ناخذوا اللانج اناتومي او اللوبر اناتومي والسيجمنتال اناتومي، حنحكوا ايضا على الهارت، وحنحكوا على الايسوفيجس، وحنحكوا على التريكيا كاذر بارتس اوف ذا ميديا ساينم، وحنحكوا ايضا على الليمف نودز. لكن هذين مهمات جدا جدا في الامتحان. كيف ممكن يسالنا في الامتحان؟ يجي يقول لي هذا منو مثلا، حنجي نقول له راهو هذا هو الاورتيك ارش اللي تلا منو، هذا حيقعد السوبيريور فينا كافا. لو رجع لي فوق حنقول له هذين الليفت سبكليفيان والليفت كومن كاروتيد والليفت النومونيت، وهذا الرايت او سوري الليفت النمونت فين مع الرايت النمونت فين الى اخره. به لو جينا هنا نبغى ناخذ الموضوع على هيئه صور، نشوفوا صور حقيقيه. يعني مثلا لو جينا قلنا نبغى الليفل، نبغى ويتش ليفل؟ نبغى الليفل نتاع، نحن اتفقنا ان اول ليفل نبدو به هو الليفل نتاع الاورتيك ارش. هذه اول لاند مارك نبدو بها. فلما يجيب لي الصوره هذه يقول لي هذا من، انا نحق في الحاجه اللي هي كيرفد اللي اتفقنا عليها كيف عصات ماوكلي. هذه حقيقه اسمها منو؟
هذه هيقعد اسمها aortic arch، هيقعد اسمها منو؟ هيقعد اسمها aortic arch، واللي تلا منها هذه هيقعد اسمها هي superior vena cava. كيف ما خذينا فوق بالضبط، هذه تحديدا الaortic arch وهذا تحديدا superior vena cava. كويس تمام، عارفين طبعا. بعدين حنجو نقولوا هذه تريكيا وحنقولوا ان هذا ايسوفيجاس الى اخره، لكن هذا ما نبوش نحكوا عليه في الوقت الحالي، نحن قاعدين نحكوا على الميديا ساينال اناتومي بالتحديد الفاسكولار ستراكشر. به لو نبوا صوره واحده اخرى على ليفل واحد اخرى، حنمشوا لاي ليفل؟ حنمشوا الليفل نتاع الاعلى من الاورتيك ارش، اللي هو حيكون الليفل نتاع انقسام الاورطه نفسها. حيكون الليفل نتاع شنو؟ نتاع انقسام الاورطه او الاورتيك ارش نفسه. كويس، هذا ليفل above الاورتيك ارش. كيف عرفت ان هذا above الاورتيك ارش؟ نعم هو above، لان انا لقيت الثري ستراكشرز اللي حكيت عليهن من بدري، اللي هن الليفت سابكليفيان ارتري والليفت كومن كاروتيد ارتري والليفت النيمونيت ارتري، وهذا الفين اللي هو اسمه ليفت النيمونيت فيني بيلف عشان يمسك مع هذا الرايت النيمونيت فين، عشان لما نشوف الليفل اللي تحت منه يكون ما يسمى بالسوبيريور فينا كافا. تمام، به نبنجو توا على ليفل واحد اخر، نجو الليفل الاخر اللي هو ايوه الليفل اللي بيلو اورتيك ارش. الليفل هذا حيكون ليفل بيلو ذا ارش. الليفل اللي هو تحت الارش قلنا اتفقنا حينقسم الى السندنج اورطه لقدام، ديسندنج اورطه لورا، وطبعا هذا السوبيريور فينا كافا ما زال قاعد، والفراغ هذا اتفقنا عليه قلنا هذا يسمو فيه بالمونري ترانك، وقلنا الفراغ هذا مهم. ولو جينا نزلنا اخرى في الليفل تمام، لو جينا نزلنا اخرى في الليفل حيقعد هذا اتفقنا عليه انه هو الاسندنج اورطا وهذا الديسندنج اورطا وهذا السوبيريور فينا كافا، واتفقنا هذا حيقعد اسمه البلمونري ارتري، هذا البلمونري ترانك، وهذا الرايت مين بلمونري ارتري، وهذا الليفت مين بلمونري ارتري، الليفت برانش والرايت برانش. هل في ليفل اسفل من هيك؟ نعم، الليفل الاسفل من هيك اللي هو حيقعد باين عليا الهارت نفسه والستراكشرز نتاعت الهارت اللي حناخذون حتى هن بعدين بعد لما نجو ندرسوا الهارت حناخذوا التشامبرز نتاعتهم وكل واحد يعني وين يجي. عشان نسبقوا الاحداث، السوبيريا فينا كافا يخش في الرايت اتريوم، الاسندك اورطا يخش في الليفت فنتريكل، والبلمونري ارتري يخش في الرايت فنتريكل، ايضا الديسندك اورطا طبعا ينزل عند الابدومن. تمام، لكن مش حناخذوا كلام هذا توا، هذا الديسندك اورطا وهذين الهارت ستراكشر اللي حناخذوهم بشكل منفصل. يبقى اذا جينا حكينا على الستراكشرز نتاعت الميديا ساينال او الفاسكولار اناتومي اوف ذا تشست، اول لاند مارك حتقعد قدامنا هي الاورتيك ارش، تلا منها السوبيريور فينا كافا، نرجو فوق هنا البرانشز الثلاثه نتاعت الاورتيك ارش والسوبيري والنمونيد فين الرايت والليفت، بيلو ذا اورتيك ارش حيقعد في عندي الاسندنج والديسندنج والسوبيريور فينا كافا والبلمونري او الاورتيك ويندو اللي حيطلع منها البلمونري ترانك، والبلمونري ترانك اللي حيمشي للرايت واللي حيمشي لللفت، بعدين حيقعد عندي طبعا الكاردياك شادو او الهارت نفسه اللي حناخذوه بشكل منفرد. كويس، الحاجه الاخرى هي مهمه جدا ايضا، نحن حكينا على الميديا ساينم، قلنا الميديا ساينم حاجتين، يا اما نبي نحكي على لو ردينا على الفكرة بتاعتنا ان نبو نحكو على الميديا ساينال ستراكشر او الميديا ساينال اناتومي، والحاجة الثانية هي اللنج لوبر اناتومي اند سيجمنتال اناتومي. فتو نبو نحكو على اللنج اناتومي، نبو نحكو على شنو؟ نبو نحكو على
lung anatomy. اللانج اناتومي ايضا عندنا فيها لاند ماركس، واللاند ماركس في اللانج اناتومي تعتبر سهله نسبيا لكن مهمه جدا. واللي يغلط في اللانج اناتومي او يغلط في الفاسكولار اناتومي حيتخذ عليه باد امبريشن في الامتحان، لان طبيعي انك انت ما تعرفش ان هذا ديزيز معين مثلا، لكن مش طبيعي انك ما تعرفش ان ويتش لانج سيجمنت او ويتش لانج لوب هذه، او هذا اورطه ولا مش اورطه، او هذا سوبيريور فينا كافا ولا مش سوبيريور فينا كافا الى اخره. هذين في غاية الأهمية، وزي ما قلت في بداية المحاضرة أن هذين بدوا يسألوا فيهم في الامتحانات، لأن الشست إكس راي قعد مستهلك وقعد الناس كلها تركز عليه. ففي وجهة نظر الإكزامينرز أن هي قاعدة حاجة مكررة، ولازم أن هم يطلعوا بترند جديد أو بيطلعوا بشيء جديد في الأسئلة كمتغيرات طبعا عن السنوات اللي فاتن. وبدوا يسألوا فعلا في الـ CT chest anatomy، حتى بدأ ينزل هذين في الامتحانات متاعت السبوتينج. فنبو نحكو توا على اللانج اناتومي وهو في غاية الأهمية. نقطة واحدة أخرى، أن اللانج اناتومي في بعض الأحيان أنك أنت ينحط قدامك سي تي تشست، لكن ما أنكش عارف الدياجنوسس شنو، وما أنكش عارف أنك تدير ديسكريبشن كيف ما حناخذه بعدين. لكن لو قلت أن هذه سي تي تشست وأكزل فيو، وممكن تنسأل في حاجة أو أنت شاك حاجة في الهارت أو شاك حاجة في الأورطة أو شاك حاجة في الأبر لوب، هذين ممكن لو كتبت أي شيء بس كتبت good radiological anatomy في الديسكريبشن، فهذه ممكن تاخذ عليها ايضا درجه. كويس، فنحن نبو نحكو على اللانج اناتومي، نبو نحكو اولا على اللاند ماركس اللي عندنا. لاند ماركس اللي حناخذوه توا هذا ما يسمى باللوبر اناتومي. نبو نحكو على اللوبر اناتومي، وهنا حنتوقف واجد جدا في موضوع اللوبر اناتومي والسيجمنتال اناتومي. في اللوبر اناتومي انا نبي نجي عند اللانج ونجي نقول لك انا هنا وين قاطع، في الابر لوب، في الميدل لوب، في اللور لوب اذا كنت نحكي على الرايت لانج، ولا في الابر لوب او اللينجولا واللور لوب اذا كنت نحكي هنا على الليفت لانج. لينكم انتم كيف ما انتم عارفين ان الليفت لانج ما فيهاش ميدل لوب ولكن فيها لينجولا. تمام، كويس. اللاند ماركس اللي عندي انا هي رقم واحد، هي حتكون التريكيا. حتكون التريكيا هي أول لاند مارك عندي، حتكون منو؟ هي التريكيا. وما زلت نحكي على الأكزيال فيو، هذا هو أهم فيو نعرف به الراديولوجيكال أناتومي. كويس، لو أنا جيت لقيت قدامي سيجمنت أو أعطاني سيكشن أو أعطاني صورة بالشكل هذا، ولقيت التريكيا قاعدة بين قدامي. طبعا التريكيا والكلام هذا حنجو نحكو عليه بعدين، طبعا هو عبارة عن structure filled with air، معناه حنحق اللي جوا التريكيا أسود، لأن الهواء طبعا او الاير يبان بلاك في السي تي سكان وكلام هذا حنجو ناخذوه بعدين اول ما نحكو على الديزيزز. فانا عندي التريكيا. لما نجي نحكي على التريكيا فانا لازم نقعد عارف اني انا قاعد عند الابر لوب، لان التريكيا موازيه للابر لوب سواء في الرايت لانج ولا في الليفت لانج. لو انا عندي هنا الرايت وهذه الليفت لانج، تمام. فانا طالما نحكي على التريكيا معناها انا قاعد نحكي على الابر لوب هنا والابر لوب هنا، ما عنديش هنا لور لوب. معناها هنا شنو اللوبر اناتومي لو انا قاعد عند التريكيا؟ فحنقول في الجهه اليمين ابر لوب وفي الجهه اليسار ابر لوب حتى هي. كويس، تمام. لما تجي التريكيا تنقسم، تجي التريكيا تنقسم وتقعد ليفت برونكس ورايت برونكس، يبقى انا كنت نحك في عين وحده معبيه هواء هي التريكيا، صح؟ بعدها نزلت لوطه التريكيا هذه انقسمت قعدت اثنين اللي هي البرونكاي ات ذا ليفل اوف برونكاي، يبقى هنا قاعدين ات ليفل اوف وات؟ ات ليفل اوف برونكاي الرايت والليفت مين برونكس، هذه الرايت وهذه الليفت مين برونكس. ايضا هنا نقعد عارف ان اللنج حتقعد هنا ابر لوب ولور لوب. شنو اللوبر اناتومي اذا حقيت التريكيا مقسومه الى رايت وليفت مين برونكاي؟ فحنجي نقول حنقسم الاستراكشر هذا بالنص، حيقعد اللي فوق ابر لوب واللي لوطه لور لوب، وهنا ايضا اللي فوق ابر لوب واللي لوطه لور لوب. كويس، به لو استمريت اخرى في النزول
تمام. واختفاء عندي الرايت والليفت مين برونكاي، لكن جيت حقيت ستراكتشر مهم جدا اللي هو عند الليفل اوف كاردياك شادو، حقيت الهارت قاعد قدامي. لما نجي نحق الهارت قاعد قدامي يبقى حنجي نقول اد ليفل اوف هارت ولا كاردياك تيشو، حنجي نقول هنا حيختلف الموضوع قدامي، حيقعد حنقسمه الفيو اللي قاعد قدامي الى تو ستراكتشر، ستراكتشر صغير لقدام وستراكتشر كبير لورا. الستراكتشر الكبير لورا في الطرفين هنا لور لوب وهنا لور لوب. الستراكتشر الصغير لقدام في الرايت لانج حيقعد هذا ميدل لوب، لكن في الليفت لانج عشان ما عندهاش الميدل لوب فحيقعد بدل منا لينجولا. معناها انا لو نجي نبحث في سي تي سكان يحكي لي يقول لي هذا ويتش لوب اوف ذا لانج، لو انا بقاعد نبحث في التريكيا حنجي يقول على اليمين ابر لوب وعلى اليسار ابر لوب. انقسمت التريكيا الى رايت وليفت مين برونكاي، رايت مين برونكاس وليفت مين برونكاس، حتنقسم معايا اللانج الى ابر لوب ولور لوب في الجهتين. لقيت الكاردياك شادو حنجي نقسم الفيو قدامي الى جزء صغير لقدام وجزء كبير لورا، جزء صغير لقدام وجزء كبير لورا. في الرايت سايد ميدل لوب هو اللي قدام واللور لوب هو اللي لورا، وايضا اللينجولا هي اللي قدام واللور لوب هي اللي لورا. تعالوا ناخذ الكلام هذا، تعالوا نشوفه في صور. لو جينا مثلا حكينا على الصورة هذه، هنا أنا نبحث في شنو؟ هنا أنا نبحث جيت لقيت التريكيا قاعدة قدامي مش مقسومة، نفس الكلام اللي أخذيناها هي التريكيا قاعدة مش مقسومة، معناها اللي على اليمين حيقعد هذا كله أبر لوب واللي على اليسار حيقعد هذا كله أبر لوب، معناها هذا كله حيقعد اسمه أبر لوب وهذا كله هذا اسمه أبر لوب. لو لقيت أي ديزيز هنا أو مشكلة هنا، لقيت هنا ليجن، لقيت هنا في تيومر مثلا، حنجي نقول التيومر هذا وين قاعد؟ قاعد ان ذا ليفت ابر لوب. لو لقيت حاجه هنا كونسوليديشن اللي هو كيف ما حناخذه في الديزيز، حنجي نقول هذا قاعد في الرايت ابر لوب وهكذا، تمام؟ كويس. به ناخذه شيء اخر وناخذه ليفل واحد اخر. ناخذو ويتش ليفل، خذينا الابر، ناخذو هنا انقسمت التريكيا هنا التريكيا انقسمت الى ليفت اند رايت مين برونكس. فحنجي نقسم الموضوع هيك، حيقعد هنا رايت upper loop left أو sorry right lower loop، وهنا left upper loop وleft lower loop. معناه لما التريكة تنقسم تقعد right وleft مين برونكس، فحيقعد هنا right upper loop وright lower loop، وهنا left upper loop وleft lower loop. كويس. الصورة الثالثة اللي هي لما نجي أنا نحق الهارت، لما نجي نبحث at the level of the heart، at the level of the heart هو الهارت قاعد باين قدامي. قلنا حنقسمه الفيو اللي قدامي هذا الى جزئين، جزء امامي صغير وحنسميه هنا في الرايت سايد ميدل لوب، وجزء في اليسار صغير هنا حنسميه لينجولا لاني ما عنديش ليفت لوب، ما عنديش ميدل لوب في الليفت لانج، واللي لورا حنسميها لور لوب هنا ولور لوب هنا، وهذا هو اللوبر اناتومي. يبقى تريكيا قاعدة أبر لوب أبر لوب، انقسمت التريكيا إلى تو مين برونكاي رايت وليفت، ما حيقعد هنا أبر لوب ولور لوب، أبر لوب ولور لوب. حقيت الهارت حاجة صغيرة لقدام وحاجة كبيرة لورا، الصغيرة لقدام في اليمين أو في الرايت سايد ميدل لوب ولور لوب، وهنا لينجولا وأيضا لور لوب. وأعتقد أن الأمر هذا سهل، لكن هم ما اكتفوش بالشيء هذا وحبوا ان هم حتى يدخلوا لنا السيجمنتال اناتومي. السيجمنتال اناتومي اللي داير عقده للناس واجد، انك انت لازم تقسم اللانج هذه الى سيجمنتس، كل لوب تبي تقسمه الى مجموعه من
السيجمنتس. وهنا في ناس واجد بدل الموضوع يقعد عندها مزعج، وبدل الموضوع يقعد عندها شنو، يقعد عندها يعني صعب، وفي ناس تسيب فيه. فحنحاول ان شاء الله ناخذوه بطريقه سهله نوعا ما، وطريقه سهله الحفظ، عشان في الامتحان اذا جاء واحد وسالني، اذا جاء اي اكزامينر وسالني which segment of the lung، او جاء سالني على حاجه معينه ليجن معين، قال لي هذا describe this lesion، تبي تحكي له كيف ما حنحكوا بعدين على how to describe، بعد نجي نقول ان هذه قاعده في مثلا right apical segment مثلا او هكذا، فحيقعد واقع كلمه بروحه في الدياجنوسيس او في الاجابات حيكون لها قيمه كبيره جدا. تمام، فنبغى نحكوا تو على segmental anatomy. تمام، segmental anatomy حتى هي حنستخدمه نفس اللاندماركس، حنستخدمه نفس اللاندماركس. يبقى انا عندي التريكيا، اتفقنا لو نبغى نحكوا على اللوبر اناتومي في التريكيا، خلينا ناخذوها هكي في النص، هذه التريكيا حنقسمه هذه رايت وهذه ليفت. اتفقنا ان في التريكيا انا قاعد في الجهتين، لو انا قاعد ات ذا ليفل اوف تريكيا معناها انا نحكي على الابر لوب في جهه اليمين والابر لوب في الجهه اليسار. تمام، لكن في السيجمنتال اناتومي ان الابر لوب هذا ينقسم في الجهه اليمين الى ثلاث سيجمنتس 3 سيجمنتس، وفي الجهه اليسار الى 2 سيجمنتس. فنحن هنا لما نجي نبحث التريكيا، لو نبي نحكي على اللوبر اناتومي وفي ناس تكتفي بهذا الشيء، حنقول هنا ابر لوب وهنا ابر لوب وانتهى الموضوع وكفى المؤمن شر القتال. لكن اذا نبي نحكي على سيجمنتال اناتومي، الناس اللي تبي تجيب درجات عاليه والناس اللي تبي تفهم الموضوع كله على بعضه، فنحن هنا حنقسمه الشست الى في الرايت سايد الى ثلاث خطوط او ثلاث مناطق، وفي الليفت سايد الى منطقتين فقط. حيقعد في الرايت سايد هذه اسمها انتيريور سيجمنت، وهذه اسمها بوستيريور سيجمنت، وهذه اسمها ابيكال سيجمنت، ابيكال سيجمنت. وفي الرايت سايد هذه اسمها انتيريور سيجمنت، وهذه وين الابيكال ولا بوستيريور، هذه حتقعد على بعضها اسمها ابيكو بوستيريور سيجمنت. يبقى في الابر لوب انتيريور بوستيريور ابيكال، وهنا انتيريور وابيكو بوستيريور سيجمنت، هذا وانا قاطع عند التريكيا. كويس، باهي لو التريكيا انقسمت اتفقنا وقعدت تو مين برونكاي رايت وليفت برونكاي، فحنجي هنا واتفقنا هنا طبعا هنا الرايت وهنا الليفت، اتفقنا لما تنقسم التريكيا الى تو مين برونكاس او تو مين برونكاي، هنا حيقعد اسمه ابر لوب وهذا حيقعد اسمه لور لوب، في الرايت وفي الليفت سوا سوا. كويس، لكن هنا حنجو نزيدوا حاجه بسيطه، ان هذا حيقعد اسمه anterior segment of upper loop، وهذا حيقعد اسمه superior segment of lower loop معناه AS، وكذلك هنا anterior و superior معناها لما تنقسم التريكيا حنجي نقول A و S anterior segment superior segment anterior segment of upper loop superior segment of lower loop. تمام، كويس، وهم يسموا فيها اوسو او اوزو، anterior segment of upper loop و superior segment of lower loop. به لما نجي نحق الهارت، حقيت هنا الهارت، قلنا نحن كنا نقسمه في السيجمنت في اللوبر اناتومي، كنا نقسمه في الموضوع هذا الى الجزء اللي قدامي الصغير هذا حيكون ميدل لوب هنا، وهنا اسمها لينجولا، ولاورا هذا حيقعد اسمها لور لوب، صح؟ كويس، لكن هنا الموضوع شويه حيكون مختلف. ليش؟ لان هنا حنقسمه اتفقنا الى جزء صغير لقدام وجزء كبير لورا، الجزء الكبير لورا هذا حنقسمه الى ثلاث مناطق، منطقه اثنين وهذه الثلاث. المنطقة هذه سهلة اسمها anterior segment، والمنطقة هذه سهلة اسمها posterior segment، والمنطقة اللي في النص هذه حنقسموها إلى medial
ولاترال. كل هذين اسمها lower loop طبعاً. anterior segment of lower loop, lateral segment of lower loop, medial segment of lower loop, posterior segment, وهكذا. كذلك هذه حتقعد anterior وهذه حتقعد posterior, لكن ما عنديش medial segment فحتقعد هذه كلها lateral segment of middle loop أو sorry of left lower loop. كويس. بعد نجو نديرو هلال هنا وهلال هنا. الهلال هنا هذا طبعا نحكي على الميدل لوب, فهذه حتقعد اسمها ميديال سيجمنت اوف ميدل لوب, وهذه لاترال سيجمنت اوف ميدل لوب, وهذه انفيريور سيجمنت اوف لينجولا, وهذه سوبيريور سيجمنت اوف لينجولا. ممكن كان تبان صعبه شويه, لكن مع التكرار ومع الحفظ اعتقد ان هي تكون ماشيه. في ناس ما تحبش تقرا السيجمنت الاناتومي, تحب تكتفي باللوبر اناتومي, وهو صح وما هوش خاطئ. لكن انا زي ما قلت ان في ناس اصبحوا او في بعض الاكزامينرز او في بعض الامتحانات ان هم قاعدوا يجيبوا في اللانج سيجمنتس كسؤال, فعشان هيك انا نفضل ان نحن حتى السيجمنت الاناتومي نركزوا عليها. لو جينا دربنا روحنا شويه هنا على فكره اللانج سيجمنتس, مثلا أو الراديولوجيكال أناتومي أوف ذا ميديا ساينم أند لوبر أناتومي, حنجو نقولوا إن هذا جانا الليفل, هذا حنجي نقول هذا هو الأورتيك أرش, هذا تحديدا هو الأورتيك أرش, وهذا يجي في الامتحان, وهذا هو الإس في سي أو السوبيريور فينا كافا. الأورتك آرش ينقسم إلى في الليفلز اللي أبوف ذا آرش إلى طبعا ليفت سبكليفيان, ليفت كومن كاريتود, ليفت النيمونت آرتري, بعد هذا ما يسمى بالليفت النيمونت فين, ونفطنه أن هذا ليفت النيمونت فين اللي قاعد شور اللي هو قاعد يلف واللي هو البوزيشن بتاعه جاي فروم ليفت تو رايت, بيمسك فيه أو يتحد مع الرايت النيمونت فين عشان يكون السوبيريور فينا كافا. السندنج أورتا ديسندنج أورتا وبالمونري ترانك حيقعد هنا اللي هو في مكان الاورتك ويندو, هذا السوبيريور فينا كافا. هذا البلمونري ترانك على تو برانشز نتاعتها الرايت والليفت. هذا الهارت هذا مازال الديسندنج اورطا, وحكينا انا ما نحك في التريكيا معناها ابر لوب هنا وابر لوب هنا, طالما التريكيا انقسمت معناها حتقعد ابر لوب لور لوب ابر لوب لور لوب, وطالما نحك في الهارت معناها حتقعد ميدل لوب لور لوب لينجولا ولور لوب. ولو حكينا على السيجمنتال اناتومي, طالما نحك في التريكيا حنقعد حنقسم الموضوع الى انتيريور وبوستيريور, واللي في النص اللي هي حتقعد اسمها ابيكال, وهذه حنقوله انتيريور وابيكو بوستيريور. وطالما نحك هنا في التريكيا انقسمت الى رايت وليفت مينو برونكاي, فحيقعد هنا انتيريور سيجمنت اوف ابر لوب وهذه سوبيريور سيجمنت اوف لور لوب في الجهتين. وطالما نحك في الهارت قدامي فحنجي نقول نقسم الى جزء صغير لقدام وجزء كبير لاورا, الجزء الكبير اللي لاورا حنقسموه الى anterior, posterior, lateral وميديال في الجهة اليمين, و anterior و posterior و lateral وما عنديش ميديال, واللينجولا تنقسم الى inferior و superior, والميدل لوب ينقسم الى ميديال و lateral. وهذا كان اللوبر اناتومي والميديا ستاينال اناتومي اللي مهم جدا, وان شاء الله حنبدو في الديزيزس المحاضرة الجاية. والسلام عليكم.